بسم الله الرحمن الرحيم. متى يجب صيام شهر رمضان؟ رمضان الصوم أنا ما وعدي واجبتك ما وقتي شنن تبدي إياه. ويجب صوم رمضان، رمضان صوم أنا مفدينتا، رمضان صوم أنا واجب نملتكمي إسلام تلتكمي برؤية هلاله. رمضان السبيلم يبلين كاتك أو إكمال عدة شعبان 30 يوما أو ونهن ماي رمضان باهو صدما يرقب كلهن كاتك كي صوم تبدعينه محاهاي لما جاء في الصحيحين بخاري ومسلم اليمتين حديث وهل تسحسم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر باه حديث لي أن النبي صلى الله عليه وسلم يلي فرموتي قال إيه إذا رأيتموه أي الهلال ألسة بلنس تككي رمضان ألسة فصوموا صوما وإذا رأيتموه سنتينك دركاد فتر ألسة بلينكي فأفطروا أفطرا فإن قم عليكم ونهن ما ألسة بلويتينه ألسة كي سنفنت عبول قحو ألسة كي سنفنتا غيران قحو أواي قحو فرمي قحتي أبلسين كالتن قحتكي فاقدروا له لو وكاها معنى صدوم رمضان باه صدوم باهيك يانما فقدروا له يانما تون الكاه لو او لبتنا كي سغالت قبكلم يدغين فديمي تو كلينكا لو انا صدوم دودسن. نعم وفي روايه لمسلم فقدروا له 30 يوم صدوم يركاه لو الست بدعينك ودري رمضان عم سينكي الى صدوم يروك افل مفطرنا الس بلكا الس قبكلم بلكا او رمضان تبدعون هو كادر ألس بلوه تينكي رمضان باه صدوم يرأبكها ما صومنا هي أنا. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره يلي فرموتي دحرسكين ألستنكي دقوركينيه وقيتكين ما رمضان باه برسلوك دحرسكينيه لأن رمضان باه وتأيروكا قريكي رمضان باه وقتنا يرسوم تقلسيها كيميكي دحريسها كيني ثم يصوم لرؤية رمضان ألسيب له سومكين فإذا غم عليه كالع اللي تكاتككي ألسي عد 30 يوما ثم صام رمضان باه صدما يروح بحها كيني وقدري سوم عمي سكيني نبي عليه الصلاة والسلام.